دلوقتي تعالوا نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة الـ 24 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيتم غلق باب التسجيل الإلكتروني لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية تمهيداً لإصدار أرقام الجلوس، وقامت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية بإعادة فتح الموقع الإلكتروني والسماح للطلاب بالتسجيل الإلكتروني لمدة أسبوع بينتهي اليوم. النهاردة وفقاً لما حددته وزارة الأوقاف هيكون موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان السكينة والطمأنينة وفضائل العشر، وشددت الوزارة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، ومدة الخطبة لا تزيد عن 10 دقائق. النهاردة هتحتفل الكنيسة بعيد البشارة، وبيعتبر عيد البشارة في المسيحية من أول الأعياد، فلولا البشارة وحلول السيد المسيح في بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء المسيحيون يسمونه رأس الأعياد، والبعض يسمونه نبع الأعياد أو أصل الأعياد. النهاردة العشاء الدوري المصري موعده مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 24 من عمر المسابقة، هيلتقي أسوان مع سيراميكا كيلوباترا الساعة 9:15، وفي نفس التوقيت هيلتقي المصري مع حرس الحدود.